حبايبي وأهلا فيكم في الجزء الثاني من رحلة شهر عسلنا لجزيرة جيجو. وفي اليوم الثاني مثل ما خليتكم في الفيديو السابق، فآخر شي زرنا الشلال وبعدها مباشرة جينا على هنا مثل ما عم تشوفوا، واللي المكان اسمه كاميليا هيل، واللي هو عبارة عن حديقة كتير كبيرة تضم أكثر من 6000 نوع من أشجار الكاميليا وكمان أنواع زهور برية تانية. صراحة الجو ما كان كتير حلو، كنت فضلت لو كان الجو مشمس لزيارة مكان مثل هذا. على العموم المكان كده طبيعي حلو، ريحته كتير زاكية بسبب الزهور، خصوصا زهور بيضاء رح تشوفوها بعد شوي معاي. أول مرة اتعرف على زهور الكاميليا، كتير حلوة، فيها كتير أنواع مختلفة وألوان مختلفة، فأعتقد المكان بيناسب الناس اللي بيحبوا الطبيعة وكده. غير كده كتير حلو للصور، أخذت كتير صور رح أشاركها معاكم على إنستغرامي، هذا إنستغرامي هنا تابعوني. بالنسبة لأكرم صراحة ما حب المكان، قال لي حسيته كأنه بارك وخلاص، يعني مثل كل الباركات، يعني وين ما تروحي في كوريا في باركات، فما حب كتير المكان. ولكن يعني كانت كده تجربة وعادي يعني. هذه الزهرة بالضبط اللي قلت لكم ريحتها كتير تجنن وكانت مالية المكان. قولوا لي انتو هل بتحبوا تزوروا مثل هذه الاماكن الطبيعية وتتجولوا كده وسط الخضار والطبيعة والهدوء، او انتو اكتر من النوع اللي بيحب الاكشن مثلا مدينة ملاهي، او يعني تعملوا اشياء وسط المدينة. انا بصراحة يعني على حسب المود، ساعات راح افضل الاشي هذا، ساعات راح افضل انه يعني اكون بالطبيعة واتجول يعني to relax وكذا. المكان كان كتير كتير كبير بصراحة، ما وريتكم كل شيء، حسيت رح بيكون كتير طويل، بس شوفوا هنا من فوق كيف المكان بيبين كتير كبير، وحتى احنا ما شفنا يمكن كل شيء. وبما ان اكتر شيء معروفة فيه جيجو هو اليوسفي، فاكيد اخذنا كتير منه لإلنا وكمان هدايا للعائلة والاصحاب. بعدها مباشرة رحنا عشان نتغدى، بصراحة أكتر شي حلو في الرحلات إنك تاكلي برا وما بتعملي أكل إنتي، ف واو إشي كتير حلو. فجينا على مطعم كتير مشهور نصحنا فيه كذا شخص، وبيقدموا فيه منيو كذا بيكون أطباق كتيرة، بيكون غالي بس يعني يستاهل الكمية، وكمان اللذاذة كان كتير طيب. هلا ارسلت لأكرم عم بسأله ايش اسم الفيش، هذا السمك اللي اكلنا، عشان اشارك معاكم ايش نوع السمك، لانه كان كتير طيب، ما اكلت سمك لذيذ كده، خصوصا انه في كوريا ما بحب السمك عندهم، بس هذا كان طيب كتير.
الإشي الحلو كمان لأنه لما أكل سمك دائما بكون منزعجة بسبب الشوك وكده، فهم مثل ما عم تشوفوا بيزيلوا كل الأشواك، فبيكون كتير كتير سهل تاكلوها، ومثل ما قلت لكم كان طيب. صراحة اليوم هذاك والله ما تعشينا من كثرة ما أكلنا، أكلنا كتير. المنيو مثل ما قلت لكم كبير، في أطباق عديدة، حسيته يجي لأربع أشخاص مو كوريين، لأنه كوريين يأكلوا كتير. ف يا واخر اكتيفيتي بالنسبه لليوم هذا، ولكن الفيديو ما راح ينتهي هنا، خليكم معي لسه راح تشوفوا اشي تاني. هو ركوب الخيل او ركوب الحصان مثل ما قلت لكم في الفيديو السابق، وهذه اول تجربه لي واول تجربه لاكرم. وهنا حبيت اشير لشي، احنا الرحله هذه اللي جينا لها يعني كانت باكج ومن ضمنها ركوب الخيل، ولكن لازم تنتبهوا. فمثلا لما جينا لهنا بيقولوا لنا انه الباكج فيه مثلا اشي بس بسيط، يعني دورة كتير صغيرة، ولو انتو حابين اشي تاني مهما كان بسيط يعني بتدفعوا تمن اكتر. اما عن رأيي بتجربة ركوب الحصان، ف كتير صعب بصراحة ركوب الحصان، منه مريح بالمرة، يمكن لأنه يعني ما بنعرف الطريقة الصحيحة للجلوس وكده، وكمان بالأخير صار بيجري بنا بالحصان وكان الوضع خارج عن السيطرة. ركبت من قبل الجمل وأحس كأنه الجمل كان أسهل في الركوب. قولوا لي انتو هل جربتوا يعني ركوب الحصان او الجمل، وكيف كانت تجربتكم؟ وكمان اخذنا صورة تذكارية راح اوريها لكم بعد شوي. صراحة لأنا كتير نضحك والكاميرا كانت مبينة كتير سمنانين. فأعتقد الصورة هذه راح تضل متخباية، ما راح تنحط في أي مكان في البيت. أما ختامنا لفيديو اليوم، فهو مكان ما كنت عارفة إنه تصور فيه MV لفرقة توايس لآخر أغنية تبعهم اللي هي Alcohol Free. فالمكان كتير كتير حلو، احنا جينا فقط بالصدفة وتبين انه هو المكان. يعني انا كنت شايفة الMV، فلما شفت المكان على طول قلت لأكرم هنا يعني تصور الMV تبع توايس. كتير جنن، كتير واسع سواء برا او بالداخل، ومختلف يعني بالزينة اللي كانوا حاطين عشان ما اعرف اذا هو اصلا كده او هما زينوها على حسب الMV صراحة. يعني هو كان كده من قبل او لا، لانه تشوفوا مقطع في الاخير كيف الداخل يعني مزين. وكمان حبيت فكرة الكراسي اللي حاطينها، وبتشوفوا المنظر تبع البحر اللي بجنن، رغم انه اليوم هذاك ما كان جو حلو، بس استمتعنا واخذنا يعني بس درينك، ما اخذنا اكل لانه فيه اكل كمان، هو كافيه وفي نفس الوقت يعني بوب. المكان على فكرة اسمه The Cliff، راح تكونوا شفتوا الاسم مكتوب في كذا يعني في كل مكان هنا. وكذا كملنا يومنا هنا، يعني ختمنا يومنا الثاني هنا. بالنسبة لليوم الثالث بصراحة ما صورت لأنه كنت شوي تعبانة، يعني مثل ما قلت لكم بعد العرس على طول سافرنا وما ارتحنا أبدا، وعملنا كتير اكتيفيتي في يوم واحد، يعني حاولنا نستغل الوقت أحسن استغلال بما أنه كانت رحلة قصيرة. بالنسبة لرأيي في جزيرة جيجو، فكتير كتير حبيتها مثل ما قلت لكم، حسيت انه احساسها غير كأني برا كوريا، حسيت ستايلها مختلف. وان شاء الله ان شاء الله نرجع نجيها مرة تانية، بس المرة هذه حابة اجيها في فصل الربيع، احسها رح تكون احلى مع الطبيعة.
وبس اتمنى انكم تعرفتوا شوي على جيجو معاي واستمتعتوا سواء في الجزء الاول والجزء الثاني، وانتظروني في فيديوهات جاية ان شاء الله. كل اسبوع رح يكون فيديو ورح نحدد الوقت مع بعض قريبا على الكوميونتي، واشوفكم في الفيديو الجاي. اعتنوا بحالكم، انيو.